مدار الأخبار في دقيقة ونصف، أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، وذلك بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى هيئة الأمم المتحدة عمر هلال. زيارة إقليمية لميستورا تندرج في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي جددت فيه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعوتها لكل الأطراف لمواصلة مشاركتهم في مسلسل الموائد المستديرة بروح من الواقعية والتوافق من أجل الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق. الوفد المغربي جدد خلال هذه المباحثات التأكيد على أسس الموقف المغربي، كما ورد في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء. برنامج أوراش يمنح جمعيات المجتمع المدني والمقاولات والتعاونيات حق إبرام عقود عمل عبر ترشيحات، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19 والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل وذلك دون اشتراط مؤهلات. الحكومة أعلنت يوم أمس بشكل رسمي على انطلاقة البرنامج الحكومي لتشغيل أوراش الذي خصص له مبلغ 2.25 مليار درهم، والذي سيستفيد منه 125 ألف شخص خلال هذه السنة بدخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والذي سينطلق من 10 أقاليم في المرحلة الأولى وسيتم تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة. أعلنت شركة بريطانية عن اكتشافات واعدة من الغاز بمنطقة جرسيف تقدر ب 11 مليار متر مكعب، وذلك بعد 3 أيام من إعلان اكتشاف احتياط مهم بسواحل العرائش. الشركة أكدت أنها ستجري اختبارات تكميلية هذا العام للتأكيد من الكميات المستكشفة. للمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقع الجريدة. إلى اللقاء.